حاضر مع المتهم الاول في جريمه قتل اللواء اليمني. طب حضرتك قول لنا على كواليس جلسه اليوم. المفترض ان كان جلسه نطق بالحكم. ايه اللي تم النهارده؟ النهارده كانت الجلسه محجوزه للحكم. قبل ما نقول على الكواليس نذكر المتهم الاول ايه التهم اللي بتواجهه والقصه عشان نفهم الناس. بس المتهم الاول النيابه وجهت ليه تهم القتل العمد مع سبق الاصرار ومرتبطه بجريمه هتك العرض والسرقه بالاكراه. تمام. ايه اللي حصل النهارده بقى؟ اللي حصل النهارده كانت محجوزه للحكم. محجوزه للحكم الشهر اللي فات للنهارده للنطق بالحكم. والنهارده السيد المستشار علاء بيه البيلي لم يتمكن من الحضور، فالمحكمه طبعا ما ينفعش تنطق الحكم لان الهيئه اللي سمعت المرافعه مختلفه عن الهيئه اللي هتنطق بالحكم النهارده لعدم وجود رئيس المحكمه، فالمحكمه اجلتها ليوم الخميس الجاي 4/4 للنطق بالحكم. تسلسل الجريمه بيقول ان دي عصابه، فكلمنا على ان هم لهم يعني وقائع سابقه وايه التفاصيل اللي حصلت في الواقعه نفسها. التفاصيل القضية يعني المتهمين كانوا متهمين في قضايا قبل كده، في منهم ليه سوابق. بس احنا خلينا في الاتهام المسند للمتهمين او للمتهم الاول تحديدا. الاتهام المسند للمتهم الاول وباقي المتهمين خليك معانا هنا برضه معانا الشهر بقى. هو ان هم اتفقوا على سرقة المجني عليه نظرا لانهم حسوا ان هم ساري ومعاه مقدره ماديه، فكان هدف ليهم ان هم يسرقوه. وهو كان اتفق مع المتهمه الثالثه ان هو يستضيفها، والمتهمه الثالثه بلغت جوزها اللي هو المتهم الاول، وبلغوا المتهم الثاني اللي هو جوز الرابعه على اساس ان هم يشتركوا في الجريمه مع بعض. مخططين لكل حاجه. مخططين في تخطيط سابق وفي تواصل. لا ما فيش قتل، النيه على السرقه بس. النيه كانت على السرقه. على السرقه بس، والقتل لم يخطر ببال المتهمين جميعا. يا فندم بس اقول لحضرتك حاجه، طبقا لامر الاحاله مكتوب يعني ان هم قتلوا عمدا مع سبق الاصرار. ايوه ده امر الاحاله كده، انما الاتفاق الجنائي والتخطيط كان على السرقه بس مش القتل، لان هم لا ليهم مصلحه في القتل ولا ليهم اي يعني ما لهمش اي مصلحه في ارتكاب جريمه القتل، كل هدفهم هو السرقه. هو المحكمه بتحاسبهم على القتل، والنيابة وجهت إليهم تهمة القتل العمد على أساس إن القتل جريمة محتملة لجريمة السرقة، وبالتالي يتحملها المتهمين رغم عدم اتجاه نيتهم الإجرامية إليها وعدم تخطيطهم ليها. هما وجود هل كان من قبل استدراج المجني عليه؟ هما الفتيات هما طريقة الاستدراج. لان المجني عليه وعدوه المجني عليه لقى المتهمه الثالثه على كورنيش النيل وعرض عليها انه يستضيفها وقال لها هاتي واحده ثانيه، فاتفقت مع اختها من الام اللي هي المتهمه الثالثه ان هم يرتكبوا الجريمه بالاشتراك مع بين. نقدر نقول ان هم استغلوا حاجته لان حضرتك الاشياء المحامي لان حضرتك محامي المتهم الاول. زوجته ايضا متهمه في القضيه. زوجته اللي هي المتهمه الثالثه. عرضت عليه طبقا لاقوالها في نص التحيات ان هي عرضت عليه وقالت له انا جبت واحد خليجي وباين عليه غني فهو عايزه. رد المتهم كان ايه عليه؟ طبقا للاتحاد برضه. وافق طبعا على الخطه. هم بيعدوا بحاله ماديه صعبه وهم بيرتكبوا عاده الحاجات دي بهدف السرقه، ولقوا ان دوت يعني صيده كويسه واتفقوا على انهم يسرقوا. النوع ده في الجرايم متخصصين في النوع ده اللي هم بيستدركوا الناس الاغنياء. حسب الكلام ده صحيح حسب اعترافاتهم كمان. يوم الواقعة يا فندم ايه اللي تم بالظبط؟ او اثناء التنفيذ بقى ايه اللي تم؟ يوم الواقعة طلعت المتهمة الأولى والثالثة
بناء على الاتفاق المسبق واستضافهم المجني عليه بناء على مكالمات تليفونية وادهم الخط السير على التليفون وراحوا واستضافهم نزل لهم تحت وطلعهم الشقة واستضافهم وقدم لهم عصاير وهم حطوا له برشام منوم في العصير المخدر. وبعدين نزلت المتهمة الثالثة عشان تطلع المتهمين الاول والثاني كان مستنيينها تحت البيت والكاميرات لقطتهم وطلعوا لما المجني عليه طبعا شافهم حاول ان هو يدافع عن نفسه فتم التعدي عليه وقعوه على الارض حاول يستغيث اضطروا يكتفوه ويكمموا بقه عشان يكملوا السرقه وفعلا كتفوه من الايد والرجل واتموا السرقه. الضرب بقى والاجهاد والتكتيف والمقاومه والكلام ده ادى الى تعب واجهاد مفرط للمجني عليه. ايه في طعنات بالسكينه ولا لا فيش طعنات بالسكينه ولا اي حاجه. امال ليه الاتهام بالقتل وجه للمتهم الاول بما ان حضرتك الدفاع الخاص بيه وتم احاله اوراقه لفضيله المفتي؟ لان المتهم الاول والثاني هم اللي ارتكبوا جريمه القتل بمفردهم. كان المتهمين الثالثه والرابعه كانوا وقت حدوث الوفاه كانوا بيدوروا على اي مقتنيات في الشقه يسرقوها. فاللي احدث الاصابات واللي ضرب المجني عليه واللي كتفه واللي هتك عرضه المتهم الاول والثاني. المحكمه فصلت بين المتهمين المفروض تحكم على الاول والثاني بالاعدام بس الثاني حدث ما ينفعش تحكم عليه بالاعدام طبقا لقانون الطفل. يعني اللي انقذ الثاني اللي انقذ الثاني ان هو حدث لم يبلغ 18 سنه. والمتهم الاولاني حدث برضه؟ لا المتهم الاولاني بالغ 20 سنه بالغ الثاني 17 سنه على ما اعتقد. تمام. احنا امام جلسه نطق بالحكم يوم الخميس ان شاء الله. يوم ان شاء الله بعد النطق بالحكم متوقع طبعا بعد النطق بالحكم بعد النطق بالحكم بالنسبه لي طبعا هعمل استئناف فورا للمتهم الاول ونحاول نثبت لمحكمه الاستئناف انتفاء نيه القتل على اساس نخفف العقوبه للقدر الممكن. يعني تم مد اجل النطق بالحكم في هذه القضيه لجلسه يوم الخميس المقبل موافق 4 ابريل لان طبعا تعذر حضور احد هيئه اعضاء هيئه المحكمه وطبعا العضو الرئيسي او رئيس هيئه المحكمه يعني تعذر حضوره لاسباب ما في خلال هذه الجلسه طبقا انها قضيه او جلسه نطق بالحكم لا يجوز يعني نطق بالحكم الا في وجوده علشان ما يبقاش في خلل قانوني. انا على المتهمه الخامسه ايه رضا المتهمه الخامسه بامر الاحاله معاكم خديجه المغربي محاميه بالنقد والجنايات. طيب احكي لي ايه اللي حصل النهارده. اللي حصل ان الجلسه اتقدمت يعني ذكرينا المتهمه الاول ايه التهم اللي يعني موجهه ليها وعشان نذكر ناس بيها وبعد كده عايزين نحكي الكواليس النهارده. بالنسبه طبعا للمتهمه ان هي مؤكلتي المتهمه ايه البريئة تم الزكي بها من قبل زوج والدتها اللي هو المتهم الاول خسة وتدليس دون علمها. تم الزكي بجزء من المسروقات وهي عبارة عن مبلغ مالي. بكملها طيب المايك يا استاذ. بقول لك ايه ما تخليها مرة واحدة عشان اتفضلي احنا انا معاك اهو اتفضلي عشان بس بقى تم الزج بموكلتي في القضيه ديت وهي بريئه ما لهاش اي صله بالجميع الاتهامات المنسوبه اليها بامر الاحاله. المتهمه تم الزج يعني معلش فاهمين الحته دي هل هو حد استدرجها هل حد مثلا اغواها بفلوس فاهمين. المتهمه كل صلتها بالواقعه ان المتهم الاول رمضان يبقى زوج والدتها. المتهم دوت دون علمها قام بس مبلغ من الحصيله اللي هي بتاعت المسروقات حوالي 13000 جنيه في غرفه النوم الخاصه بيه هو. والمتهمه عايزين حضرتك تقول لنا يعني من البدايه كده حضرتك يعني الدفاع عن المتهم كام؟ دفاعي انا عن المتهمه الخمسه ايه رضا خليني كده شويه ورا بامر الاحاله انا دفعت ببطلان اجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حاله التلبس ولا عدم صدور اذن للنيابه العامه ولا عدم اشتمال اذن المتهمه على امر الاحاله.
متهمة ملاش أي صلة بالواقع. لم يتم ذكر اسمها في أمر الحالة ولا في محضر التحريات ولا في إذن النيابة. ولكن هي كانت عارفة بالواقع ملاش أي صلة بالواقع ولا علم زي ما بالواقع. ملاش أي صلة وهي متوجهة لأتهامات ومشتركة. المتهمة دي تم الزج بيها من قبل زوج أمها. ده جزء من المبلغ المالي اللي هو تحصل عليه في جريمة السرقة دون علمها. يعني ما اعترفتش لا ما اعترفتش وما جابتش سيرة اي اعترافات نهائي لا في محضر الشرطة ولا في تحقيقات النيابة. وجميع المتهمين من الاول حتى الرابع اقروا في جميع التحقيقات في النيابة وفي محضر الشرطة ان المتهمة ده المتهمة اللي هي اي رضا ملاش اي صلة بالواقع وما يعرفوهاش وما شافوهاش. ليها اخ من والدتها يبقى ابنه فبيجي يتردد على الشقة دي عشان يشوف ابنه. طبعا خلى جزء من المبلغ في غرفة النوم بتاعته هو الخاصة بيه وفي كان حاجة ذخيرة كده او حاجة حطها في الغسالة دون علمها. المتهمة لو كانت تعلم ان هي في جريمة موجودة في المنزل هو تم القبض عليه قبل الواقعة وقبليها باكتر من 24 ساعة. لو كانت تعلم ان فعلا في ليها يد بالواقع ديت او على اساس ان المسروقات دي على علم بيها كانت قدرت ان هي تسيب الشقه وتهرب. ايه صله القرابه بينها وبين باقي المتهمين؟ ملاش اي صله وما عرفوهاش وهم اقروا صحابها يعني؟ لا ما عرفوهاش ملاش اي صله بيهم نهائي وهم اقروا كده في تحقيقات النيابه. يعني هم يعرفوا جوز امها ما يعرفوهاش هي؟ اه يعني اول مره يشوفوها؟ اول مره يشوفوها ما عرفوهاش نهائي. وهي تعرف ان في قضيه قتل اصلا حصلت ولا تعرف اي حاجه؟ تسلسل الكاميرات السرقه مش اسمها يعني لا محضر الشرطه اتذكر ولا في تحقيقات النيابه ولا في ولا الكاميرات جابتها. الكاميرات جايبها هم المتهمين الاربعه بس. ازاي اتسجل اسمها؟ اتسجل اسمها عشان هي لما نزلوا يدوروا على باقي المسروقات اللي هي خاصه بالمتهم الاول اللي هو جوز امها ارشد عن المسروقات وكان بيصحابها يعني هو بنفسه اللي راح معاه الشقه وطلع المسروقات. خليكي معانا هنا بقى بصمات بقول لحضرتك تسلسل الجريمه بيقول ان هم عصابه فبالتالي هي المسؤوله عن يعني مش مسؤوله لان هي ما كانتش متواجده على مسرح الجريمه وقت ارتكاب الواقعة ما كانتش متواجدة. بس المسؤولات كانت عليها. لا ملهاش أي صلة بالمسؤولات ولا اتمسكت أثناء توزيعها ولا اتمسكت في حيازتها. المسؤولات دي المتهم أرشد عنها في وجود الشرطة وباصطحاب الشرطة. يعني هي المتهمة نفسها كانت مقيمة في المنزل مع ابنه اللي هو أخوها من الأم وتم الزج في القضيه دي بناء على ايه؟ بناء على ان هي ارشد المتهم ارشد عن المسروقات في وجودها. ايه التهم الموجهه ليها والعقوبه المحتمله؟ اخفاء اشياء مسروقه اخفاء اشياء متحصله من جريمه سرقه والاشياء ديت مقترنه طبعا بواقعه جنايه القتل فالواقعه بتاعتها اخفاء اشياء مسروقه بس مالهاش علاقه بجميع الاتهامات المنسوبه بامر الاحاله لا واقعه القتل ولا بس حضرتك سلاح. اخفاء اشياء مسروقه في قضيه قتل برضه مقرونه بقضيه القتل. اه مقترنه بالقضيه. أيوة. ما هي الواقعة نفسها دي واقعة جناية قتل مقترن بسرقة بالإجرام. هي الواقعة نفسها المسروقات دي متحصلة من الجناية نفسها. تمام. يعني الواقعة بالنسبة لنا في أمر الإحالة اللي هي مقترنة بالقضية الأخرى متحصلة من جريمة السرقة. النهاردة تم تأجيل القضاء يا أستاذ. إن شاء الله بإذن الله القضاء عادل عندنا في مصر وبإذن الله هتاخد بركة. تم تأجيل الجلسة النهاردة، جلسة 4 إبريل، صح كده؟ 4/4. شكرا.